برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو مأوى التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التجان ممن دخل البطن اللعينا، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا.